طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. الحريري يبدأ استشاراته غير الملزمة ويلتقي باسيل. شكل الحكومة كان محور اجتماع الرئيس عون بالحريري أمس دون الدخول في التفاصيل. وكورونا والفساد يتصدران المناظرة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. البداية من الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مجلس النواب، وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا ريتا نصور أنجليني. إذن ريتا، انطلقت الاستشارات النيابية غير الملزمة ونحن بانتظار تصريح تكتل لبنان القوي، كل التفاصيل لديك. بالفعل باميلا، يمكن اللقاء البارز الذي يحصل في هذه الأثناء هو اللقاء الذي يجمع الرئيس المكلف سعد الحريري بتكتل لبنان القوي الذي يرأسه النائب جبران باسيل، من بعد ما كان في تضارب بالمعلومات حول هذا الموضوع. كما كنا ذكرنا برسالة سابقة، النائب جبران باسيل هو الذي يترأس هذا الوفد، وهذا يؤكد ما كان يقوله وما كان يكرره، أنه ما في مشكلة شخصية بينه وبين سعد الحريري. من هون حضوره اليوم إلى المجلس النيابي لترأس هذا الوفد، وأيضا لتأكيد الأجواء الإيجابية التي انطلقت بالساعات الماضية واللي كان عم يحكي فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري. من بعد تكليف سعد الحريري حكى عن أجواء إيجابية بين سعد الحريري والرئيس عون من جهة، وبين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر من جهة تانية. ضمن هذه الأجواء حضر النائب جبران باسيل إلى المجلس النيابي، وفي التكتل لبنان القوي لا يزال باجتماعه مع سعد الحريري. بحسب معلومات الأو تي في راح يركز الوفد خلال هذا اللقاء على موضوع أساسي يتعلق بوحدة المعايير، أي ما يعطى للكتل الأخرى يعطى للتكتل. لا يمكن إقصاء التكتل عن المفاوضات والمشاورات الحكومية والتأليف الحكومي، وإلا تكون الحكومة مشوبة بعيب الميثاقية، خصوصا أنه هذا الشيء صار بالتكليف، ولكن البعض يقول أنه بالتكليف ما في داعي للميثاقية، ولكن الميثاقية ضرورية بالتأليف. من هون رح يقول تكتل لبنان القوي للنائب سعد الحريري الرئيس المكلف سعد الحريري أنه نحن نطالب بوحدة المعايير، وإذا غير أفريقيا بدون يسموا هن وزراء، نحن لنا الحق بتسمية وزرائنا. التكتل ينطلق من قاعدة أساسية خلال هذه المفاوضات، نحن ما بدنا شيء، ونحن مش الهدف الدخول إلى الحكومة، ولكن الهدف وحدة المعايير أولا وأخيرا. كانت في ساعات الماضية كان في جو عند الرئيس بري، مصادر الرئيس بري كانت بجو أنه قد يكون خرج التكتل. رح نستمع إلى كلمة النائب جبران باسيل أنه على أساس ممكن يكون في لقاء ثنائي يجمع باسيل بالحريري، ولكن هذه المعلومات لم تصح واستبعدت المصادر حصول هكذا لقاء، ويبدو أصلا أنه لم يحصل أي لقاء ثنائي بين باسيل وسعد الحريري، لا لقاء ثنائي، إنما باسيل هو الذي ترأس هذا الوفد. سنستمع إلى ما سيقوله. كيف كان اللقاء؟ لا لا، من غسل أهم شيء المعيار الواحد. يلا جاهزين؟ هذا ما بيطلع صوت. إيه تفضل. يا ما هذا ما بيطلع صوت. اوكي يلا، تسمحوا. اولا امنا بواجبنا الدستوري بتلبية دعوة دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للاستشارات النيابية، وكان حديثنا مسؤول وصريح ومنفتح، وهيدا بيأكد على الشيء اللي رددناه على طول
انه ما في مشكله شخصيه اطلاقا، وبالنسبه لنا المنحى الشخصي هو عامل ايجابي ومساعد بتقريب وجهات النظر. ثانيا نحن ايجابيين لاقصى الحدود، وبهمنا تشكيل حكومه باسرع وقت ممكن لتقوم هالحكومه بمهمه الاصلاحات المطلوبه. هون في عنا خوف اساسي وهم كبير بان تقدر الحكومه تنفذ البرنامج الاصلاحي يلي متفقين عليه، يلي وارد بالمبادره الفرنسيه وما هو ابعد، لانه مطلوب منا للبلد كرمال البلد والناس انها ننفذ اكثر بكثير من اللي وارد بالمبادره الفرنسيه. فالبرنامج الاصلاحي ركائزه معروفه، ببلش بتنفيذ التحقيق الجنائي باعتماد قانون لضبط التحويلات الماليه يلي عم تحصل، يعني قانون الكابيتال كنترول، ووقفها باعتماد اجراءات فعاله بمحاربه الفساد، واولا كشف الحسابات والاملاك لكل قائم بخدمه عامه. وهالبرنامج ما بينتهي، ببلش باتفاق مع صندوق النقد لبرنامج دعم للبنان، واكيد بيترافق هالشيء مع موازنه لل 2021 فيها كل الاصلاحات ومنها كهرباء 24 على 24 بالبلد. حقنا طبيعي انه نتخوف بسبب التجارب السابقه، ولكن هيدا ما بيعني انه ما عندنا التصميم الكامل على انجاز الاصلاحات، على تقديم اي دعم واي مساعده لازمه واي تعاون لازم لانجازها. اولويتنا بتبقى هي الاولويه المطلقه، وقف الانهيار ومساعده الناس بتخطي هالمرحله الصعبه. ثلاثه، نحن ما طرحنا اي مطلب او شرط سوى انه طبيعه الحال يكون في معايير واضحه وواحده محدده وموحده لكل الاطراف ولكل المكونات، لانه اعتمادها حقيقه بسرع وبسهل بتشكيل الحكومه. اما اعتماد مكاييل تما نقول مكيالين ومعايير تما نقول معيارين مش موحده، هذا الشيء بيؤدي الى العرقله والتاخير، وهذا اخر شيء بدنا اياه، والبلد بحاجه ل التسريع والتسهيل. هيدي الحكومة طبعا اليوم انتقلت إلى جهة أن تكون حكومة سياسيين، نحن منطالب أن تكون تكنو سياسية، بمعنى أنه يكون في إلها الدعم السياسي بس يكونوا وزراء قادرين، هيدا الأهم، ولو عندهم دعم سياسي الأهم يكون عندهم قدرة بالاختصاص بالكفاءة، ولكن الأهم والأهم بالتجربة على الإنجاز السريع وعلى تنفيذ هيدا البرنامج يلي حكينا عليه. طبعا الحكومة بدها معاييرها الدستورية والمسائية والتمثيلية تكون متوفرة بشكل عادل لتسهيل وتسريع تشكيلها، ونحن رح ننطر الشيء اللي رح يعتمده دولة الرئيس بالاتفاق مع فخامة الرئيس لنقرر كيفية تعاطينا مع عملية التشكيل، دائما مع إيجابية كبيرة ومع تعاون ومع التأكيد على تقديم كل مساعدة وكل تسهيل ممكن. وشكرا، شكرا. أكثر من اختصاص، إذن استمعنا إلى ما قاله النائب جبران باسيل من بعد لقاء وفد تكتل لبنان القوي خلال هذه الاستشارات بالرئيس سعد الحريري، شدد كما كنا نقول على موضوع وحدة المعايير، وهذا منه مطلب أو شرط، إنما هو حق أن تطبق وحدة المعايير. أجواء هذا اللقاء خلينا نطلع عليها أكثر من النائب سيزار أبي خليل. سعادتك بس تعال شوي لعندي، بس انا على الهوا، بس ناطرينك، نحن على الهوا. خلينا نشوف اكثر اجواء هذا اللقاء. يلا وانه الكتله اذا كانوا حكومه بدها تكون من اختصاصيين، نحن لدينا الاختصاصيين كمان مشان لحتى نكون ممثلين، واذا كانوا تكنو سياسيه كمان احسن واحسن، عندنا القدره انه بالواقع نتمثل باحد السياسيين.
بقى هيدا هو كان نحن مطلبنا بس، ولكن طبعا نحن من المسهلين ومن يلي مدين يد التعاون ان الله راد للمرحلة القادمة. وشكرا لكم. سعادة النائب سيزار أبي خليل، حضرتك شاركت، حضرتك كنت بهذا الاجتماع. أول شيء عن حكي الوزير باسيل أنه ما في مشكلة شخصية مع سعد الحريري، وهذا الشيء تثبت اليوم من خلال هذا، بس قرب لحدي، من خلال هذا اللقاء. أجواء الاجتماع كيف كانت؟ أجواء الاجتماع كانت جيدة. حكي الرئيس الحريري عن نية بالعمل الإصلاحي والجدي بهالموضوع، ونحن ما بنختلف معه بهذا الموضوع. نحن قلنا يلي بدنا اياه، بدنا حكومة فاعلة منتجة تكون قادرة تلتزم ببرنامج إصلاحي وتقدر تحط البلد على سكة التعافي ووقف الانهيار اللي حاصل. وطبيعي نحن على طول لما بيكون في نية لشغل بهذا الاتجاه نحن بنكون متعاونين اكيد لمصلحة البلد. يعني هو عم يطرح حكومة اختصاصيين، انتم عم تطرحوا حكومة تكنو سياسية، شو كان رده على الموضوع؟ نحن عم نطرح وحدة المعايير والتعاطي مع الافرقاء السياسيين بمعيار موحد، هيدا اللي طرحناه نحن. اليوم صار الامر واقع انه الحكومة فيها رئيسها هو سياسي، واذا كان الاتجاه تكون حكومة تكنو سياسيين بهذا امر طبيعي. بل هو قبلان، هو سعد الحريري كيف كان جوه؟ امر مشاورات تأليف الحكومة رح تاخذ وقتها. نحن اكيدين لما بتم التعاطي بمعايير موحدة مع كل الأفرقاء السياسيين هذا الأمر بيختصر وقت تشكيل الحكومة، وبنقدر نروح بسرعة لحكومة مثل ما بنطمح لها، منتجة فاعلة وملتزمة ببرنامج إصلاح. يعني اليوم اللي عم تقولوه إذا الثنائي الشيعي أعطي حق تسمية الوزراء، أنتم بدكم تسموا الوزراء المسيحيين؟ أمر طبيعي. وحدة المعايير، يعني صرنا مكررين أكثر من مرة، وحدة المعايير معناتها إذا كانت حكومة سياسيين التكتلات السياسية بدها تتمثل فيها، إذا كانت حكومة تكنو سياسية يعني من تقنيين مدعومين من الأفرقاء السياسيين، لأنه بالنهاية الأفرقاء السياسيين هن اللي بدهم يعطوا الثقة بمجلس النواب، وهن يلي بدهم يتعاونوا بمجلس النواب لتمرير القوانين الإصلاحية يلي صار لنا مدة عم نحكي فيهم وعم نحضرهم. ليش ما صار في لقاء ثنائي؟ حكى كان في جو الصبح انه ممكن يصير في لقاء يعمل عليها الرئيس بري برعايته بين سعد الحريري وجبران باسيل، لماذا لم يحصل هذا اللقاء؟ ما بعرف شو كانت نوايا الرئيس بري، ما في يحكي عنه. نحن ككتله او كتكتل لبنان القوي وكتله ضمانه الجبل كان عندنا مواعيدنا، اذا بدك من ضمن المشاورات يلي بيجريها رئيس الحكومه بمجلس النواب، وحضرنا بالوقت اللازم. المفروض اليوم ما فينا نشدد اكثر من هيك على ضروره التزام الحكومه المزمع تاليفها بالبرنامج الاصلاحي. لا يمكن البقاء بذات الذهنيه السياسيه وذات السياسات الاقتصاديه اللي وصلتنا لهون، وبالتالي هذا الامر بتصور لازم يكونوا كل الافرقاء صاروا واعيين له، لانه ما رح تقطع بقى لا شعبيا ولا برلمانيا اي محاوله لاعاده احياء سياسات قديمه اثبتت فشلها و اشخاص يمكن كمان نرجع امناهم بالسابق ولما كانوا قد المهمة انه نرجع نكمل فيهم بالمرحلة المقبلة. لذلك الامر الجميع مدعوين اليوم انه يوعوا لهالامر هيدا ويتحسسوا للوضع الاقتصادي بالبلد يلي بيتطلب منا جدية فائقة. الحريري كان فقط مستمع لكم ولا عرض لكم انه مثلا بفكر بتصور معين للحكومه بشكل معين بعدد وزراء؟
لا ما وصلنا على شكل الحكومة وعدد الوزارات. بالطبيعي كان هو بلش بالحكي وعلى نيته بالشغل الإصلاحي والجدي هيدي المرة، واللي نحن لقيناه بكل نية طيبة للتعاون في حال كان في حقيقة نهج إصلاحي جديد وجدية وإنتاج بالعمل. أكيد هلا لك النائب استاذ زرعبي خليل عضو تكتل لبنان القوي، بدي اشير فاذا موضوع وحده المعايير اصبح واضح بالنسبه لتكتل لبنان القوي، بدنا نشوف الرئيس الحريري كيف سيتعامل مع هذا الامر. وايضا في موضوع ثاني بهالاثناء وصلت كتله الوفاء للمقاومه الى المجلس النيابي للقاء الرئيس الحريري، ايضا هذا لقاء جدا لافت وجدا مهم بالتشكيله الحكوميه وبالتركيب الحكوميه اللي بدها تصير، لأنه الثنائي الشيعي كان يتمسك بتسمية وزرائه بهذه الحكومة. بدنا نسمع اليوم رد الرئيس الحريري حول هذا المطلب، لذلك العين أيضا على هذا اللقاء الذي من المفترض أنه يكون عم يجمع بهالأثناء كتلة الوفاء للمقاومة بالرئيس المكلف سعد الحريري على أن تتوالى بقية المواعيد طيلة هذا النهار، وصولا آخر شيء آخر موعد تقريبا حوالي الساعة 5 إلى 3 بتنتهي هذه الاستشارات. بالعادة بيكون في موقف للرئيس المكلف قبيل مغادرته المجلس النيابي. المعلومات تشير إلى أنه مصادر الرئيس الحريري تكون دقيقة بهذا الموضوع، تشير إلى أنه الرئيس الحريري يعمل على تصور من 20 وزير، كان على أساس ممكن تكون الحكومة من 14 وزير، ولكن آخر المعلومات بتقول أنه هو الأكثر ترجيحا تكون الحكومة من 20 وزير. ولكن المصادر القريبة النيابية القريبة من الرئيس الحريري بتقول الاو تي في انه بكير كثير نحكي عن توقيت ولاده هذه الحكومه، لانه بعد في عده امور امام هذه الحكومه، وبالتالي حديث انه خلال ايام قد تولد هذه الحكومه هو غير دقيق. وبتقول ما تلزمونا بوقت معين، الرئيس الحريري يعمل بسرعه ولكن من دون تسرع، يريد انتاج حكومه بوقت سريع، ولكن هناك سلسله امور يجب حلها قبل ما نوصل الى الولاده الحكوميه اللي ممكن ما تكون قريبه، بمعنى انه تكون خلال أيام، ولكن لا تستبعد نفس المصادر النيابية أنه تكون الولادة الحكومية خلال أقل من أسابيع إذا انحلوا المشكلتين الأساسيتين. وبالتالي إذا صار في هذا الاتفاق أنه أخصائيين بيسموهم الكتل النيابية، هل بيمشي هيدا الحل؟ إذا مشي هيدا الحل بتكون سلكت الطريق حكومة الرئيس سعد الحريري، ولكن إذا ما مشي هيدا الحل أصر الرئيس سعد الحريري على تسمية الوزراء، ساعتها إذن بنكون أمام كباش متجدد سياسي. هذا الكباش بتكون آخر شيء التوقيع بيد رئيس الجمهورية، ما بدنا ننسى أبدا هذا الموضوع، ورئيس الجمهورية لن يوقع أي تشكيلة ما بيكون فيها أي توازن أو بيكون فيها اختلال بالتوازن، أي أن يعطى فريق ما لا يعطى للآخرين. هذه هي كل الأجواء من المجلس النيابي مواكبة لهذه الاستشارات. عودة لك باميلا نصور أنجليني، شكرا لك على هذه الرسالة. ومن المجلس النيابي إلى قصر بعبدة، حيث تطلعنا مراسلتنا جوال بيونس على آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة. جوال يعطيك العافية، إذن آخر المستجدات الحكومية من قصر بعبدة معك، تفضلي. نعم باميلا، بداية أريد أن أشير إلى أن اللقاء الذي جمع بالأمس رئيس الجمهورية ورئيس سعد الحريري كان على عكس كل ما يقال، كان لقاء إيجابي تم فيه، يعني كان في لقاء مصارحة تم التطرق فيه لشكل الحكومي بحسب معلومات الأو تي في من دون الدخول بلعبة الأسماء وحتى الحقائب. وهذا الجو الإيجابي اللي ساد بالأمس بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف سعد الحريري يبدو انسحب اليوم أيضا على مجلس النواب، وشهدنا قبل قليل جوال رح نستبقيك معنا، رح نرجع ننتقل إلى المجلس النيابي لاستكمال الاستشارات النيابية غير الملزمة. بهالأثناء كتلة تيار المستقبل جاهزة للتصريح بعد لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري. نعم، الحقيقة أولا للكتلة تركت أمر التأليف لدولة الرئيس اللي هو أدرى بشعاب التأليف، حقيقة تمني لي التوفيق بتأليف سريع، خاصة وأنه البلد لم يعد يحتمل أي ترف ب
التأخير أو التباطؤ بالتأليف ولا الغلو في المماحكات في التأليف. بكل الأحوال بعتقد كل القوى السياسية تدرك المخاطر التي تحيط بالبلد وتداعياتها الاقتصادية والمالية على البلد وعلى الناس. فإذا انطلق كل فريق مما يدرك أنا اعتقادي أنه يسهل التأليف بإذن الله. يعطيك نعم. هل في أخذ طبعا هلا دولة الرئيس امبارح بعتقد اعلن عن توجهه وبعدين هو يستمع للكتل كلياتها وبيشوف شو اللي الانسب اللي بيعمله. من يسمي هلا هيدي امر هذه مساله التاليف الحقيقه فيكم تسالوا عنها دولة الرئيس لا بس يطلعه بيلكم. يعطيكم العافيه. إذن عودة لإلك جوال عن جديد، تفضلي. نعم، كنت أقول أنه الأجواء الإيجابية التي سادت لقاء الأمس في قصر بعبدة يبدو أنها انسحبت إلى مجلس النواب، والوزير جبران باسيل فعلا هو ترأس تكتل لبنان القوي في هذه الاستشارات وخرج ليتحدث أنه هن منفتحون وإيجابيون ولو أنه ضروري وحدة المعايير. إذن المهم أنه حتى اللحظة كل الأجواء تشير إلى أنه هناك إيجابية ما ينتظر يعني كيف سيعمل عليها الرئيس سعد الحريري ليبلور أمر ما، ولكن بحسب معلومات الأو تي في الرئيس سعد الحريري يملك تصور لحكومة من عشرينية ستكون، والأرجح أن تكون من 20 وزير، لن تكون فضفاضة. أما عن مهلة ولادة هذه الحكومة فقيل كثيرا أنه قد تولد خلال 10 أيام في حال تم هناك اتفاق أو تفاهم ما بعرف ما بين التيار والمستقبل، ولكن المصادر تشدد على أنه هذه من ملزمين بمهلة معينة، فلننتظر نتيجة الاستشارات ويبنى على شيء مقتضاه. أريد أن أعود إلى الحديث اللي دار بعد ما دار في اجتماع بعبدة بالأمس بين رئيس الجمهورية ورئيس سعد الحريري. بحسب معطيات ومصادر مطلعة جدا على هذا اللقاء، الرئيس عون قالوا الرئيس عون أمام على مسمع مصطفى أديب السفير مصطفى أديب كرروا زيته على مسمع الرئيس المكلف سعد الحريري، بما معناه أنه عليك أن تتحدث مع الكتل النيابية، هذه الكتل التي ستعطي الثقة لحكومتك، وأيضا شدد أمامه على ضرورة الإصلاحات، وفي مقدمة هذه الإصلاحات يتحدث دائما رئيس الجمهورية على أهمية التدقيق الجنائي، وهذا كرره بالأمس أمام هنا على مسمع الرئيس المكلف سعد الحريري. إذن الأجواء إيجابية بانتظار ما قد تحمل الساعات القليلة المقبلة، وما إذا كان فعلا رح نكون أمام ولادة قريبة خلال أسابيع للحكومة ولا لا، ستكمن يعني الشياطين في التفاصيل، ولو حتى أنه صار في هذا التفاهم، ولكن الأكيد أنه اللقاء اليوم تكتل لبنان القوي يعني برئاسة الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري كسر الجليد نوعا ما، ولو أنه الاثنين بيصروا أنه ليس هناك من خلاف شخصي. هنا في قصر بعبدة يعني رئيس الجمهورية بحسب مصادر مطلعة يعني يترقب نهاية هذه الاستشارات، وكان اتفق مع رئيس سعد الحريري على لقاء مع نهاية هذه الاستشارات وضعه بمحصلة هذه الاستشارات النيابية غير الملزمة. أنا لا أقول أنه اللقاء قد يحصل اليوم، ولكن المرجح أكيد في الساعات المقبلة ربما غدا أو بعد غد، ولكن الأكيد سيكون هناك عودة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدة لوضع رئيس الجمهورية في محصلة هذه الاستشارات. إذن باميلا كل مرهون في الأيام القليلة المقبلة والتصور وماذا سيفعل الرئيس سعد الحريري الرئيس المكلف سعد الحريري، هذا كل شيء حتى هذه اللحظة من قصر بعبدة. باميلا شكرا لك يا زميلة جوال بيونس على هذه المعطيات. ليل أمس ومع تكليف سعد الحريري انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليصل إلى حدود 7000 ليرة، فكيف علق الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، وهل يتكرر مشهد 92 اليوم؟ انخفاض سعر صرف الدولار هو بالطبع لأنه تكلف رئيس الحريري، بس هذا الشيء أنا برأيي ما ممكن يكون مستدين، لأنه نحن بعد ما صار في تغيرات جذرية إن كانت اقتصاديا أما تقنيا، بعض العرض والطلب بعدنا على ذات المستوى العرض والطلب، ونحن ما دخلنا دولارات من الخارج صحيح. لنقول إنه اليوم في دولارات مقابل الطلب على الدولار، إذا هذا الشيء أنا برأيي آمن.
البعض صور عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة اليوم مثل وقت أجا والده الشهيد ب92 وكان هو عنوان للإنقاذ. أنا ما بدي أتعدى على أهل السياسة، بس الظروف ما كانت مثل ظروف اليوم. كان في إذا بدك توافق دولي، طبعا ما كان عندنا أزمة ثلاثية الأبعاد لبل رباعية الأبعاد، يعني أزمة مصرفية، أزمة نقدية، أزمة اقتصادية وأزمة سياسية. نحن المصارف ما كانت شبه متعثرة آنذاك، بالتالي اليوم الوضع مختلف جدا عن 1992، وأكيد الأزمة أكبر بكثير. نفى المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نفيا قاطعا ما روج له موقع هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماعات عقدها باسيل مع مسؤولين إسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا أن هذه الأخبار المشبوهة التي ساهم في الترويج لها بعض الإعلام السيء الصيت تأتي في سياق إسرائيلي يرمي إلى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافا شخصيا لباسيل تتشارك فيه آلة الكذب الإسرائيلية مع أدوات في الداخل اللبناني. يتمنى المكتب الإعلامي لرئيس التيار على وسائل الإعلام وأقله اللبنانية عدم التماهي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والامتناع عن نشر أخبارها الكاذبة. وكان مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان كوستانتين ينفي أو نفى عبر الأو تي في الادعاءات الإعلامية الإسرائيلية عن حصول لقاءات بين باسيل ومسؤولين إسرائيليين في الخارج لتسهيل عملية الترسيم، وتطرق كذلك إلى الشق الحكومي. مثير للشفقة وللضحك هذا الكلام، أنفي نفيا قاطعا مثل هذا الكلام، وما بقدر أفصل ما بين هذه الأكاذيب وحركة الطيران الإسرائيلي اللي كانت عم بتقوم بخرق السيادة اللبنانية اليوم بشكل كثيف وفاضح. إن شاء الله ما تكون هيئة البث الإسرائيلية، يعني إذا كانت موجودة يعني على مستوى الإذاعة أو ما يشبه، إن شاء الله ما تكون معتمدة على شيء فبركة أو على مطبخ أكاذيب لبنانية، أو عم تستغل جو معين تتدخل على خط الوضع السياسي اللبناني الداخلي بلحظة تشكيل حكومة وقبل أيام من الجولة الثانية من المفاوضات. آليات الرد عليه سوف تأتي تباعا. أنا أنفي نفيا قاطعا من موقع المسؤول. كل اللي بقدر أقوله أنه نعم، جبران باسيل كوزير خارجية هو الذي تابع ملف ترسيم الحدود بهدف استرداد حقوق لبنان، تابعوا مع مسؤولين أمريكيين طبعا، ساترفيلد اجتمع معه مرات عدة وزاره بوزارة الخارجية اللبنانية، طبعا اجتمع مع شنكر قبل يعني قبل ما يترك وزارة الخارجية، طبعا بحث هالموضوع بجولاته مع مسؤولي الدول التي نقيم معها علاقات. أما أن يكون التقى مسؤولين إسرائيليين فهي يعني محاولة يائسة لوصم جبران باسيل بأنه يعني يتعاطى مع الإسرائيليين من تحت الطاولة. غدا تبدأ مفاوضات سعد الحريري، سيحضرها جبران باسيل؟ طبعا ليش ما بده يحضرها، هو رئيس تكتل. يعني القرار بيرجع له، بس أنه ما في مانع بالسياسي أنه يحضرها أبدا. هذا أول لقاء بكرة رح يصير بين رجلين، فرضته الاستشارات غير الملزمة، ولكن يعول عليه الكثير وينظر إليه أيضا بكثير من الأمل، لأنه الربط والعقدة موجودين هون، يعني موجودين بين جبران باسيل وسعد الحريري. هذه شخصنة للأمور ليست في مكانها. العقدة اللي عم تحكي عنها هي موجودة بين مقاربتين مختلفتين لتيارين سياسيين. رح تسهلوا عمل سعد الحريري أو عملية التأليف، لأنه البلد لم يعد يحتمل، وفي اليوم محاولة. مش عايزنا للتأليف. ليه مش عاوزكم أنتوا اليوم مكون أساسي، الميثاقية أيضا حضرتك كنت عم تحكي عنها أساسية بعملية التأليف، وليس كما هو الأمر بموضوع التكليف. يبدو أني ما منهم أخدين بعين الاعتبار الميثاقية السياسية، يعني تلك التي تقوم على التمثيل الشرعي والشعبي الوازن للكتل النيابية، معتبرين أنه يبدو في حدا زرع فكرة الميثاقية بعدد 22 نائب،
فكرة الميثاقية مما كان يشكو منه هذا البعض عندما كان يقول يتم استيلاد النواب في كنف القيادات والأحزاب يعني خارج بيئة النواب اللي عم بيطلعوا منها. ألا تخافون أنه بمرحلة معينة بهذا المسار مسار التأليف أنه ترمى الأمور عليكم وترجعوا تتحملوا وزر عملية عرقلة جديدة للمسار الحكومي؟ لأنه حضرتك بتعرف أنه أهون شيء يتهم التيار الوطني الحر بالعرقلة تحت ذريعة المشاركة بالحكومة يوم هذا إذا شارك. هذا إذا كنا لمن يتصور حكومة من دون التيار الوطني الحر؟ تقدروا تتركوا الرئيس عون لوحده بالمواجهة؟ نحن مش عم نلعب لعبة مزدوجة هون، يعني ما فيها، مش عم نلعب يعني بالمسكي، لا ما في، ما بنحط وجوه مستعارة. نحن اعتبرنا انه ترأس الرئيس الحريري لحكومة اختصاصيين هو خارج سياق المبادرة الفرنسية. ذهابه إلى تشكيل مثل هذه الحكومة على أن تكون قناع لمحاصصة سياسية وحدا يفتكر براسه أنه نكون جزء من هذه المحاصصة فهو مخطئ كثيرا. نحن نشتغل فوق الطاولة مش تحتها، على رأس السطح مش تحت منه. لمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي، أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز مهنئا ومتمنيا أن تظل منظمة الأمم المتحدة راعية للقيم الدولية وللسلام بين الشعوب وحافظة للعدالة والمساواة. وفيما أعرب الرئيس عون عن تقدير لبنان للمسؤوليات التي يطلع بها الأمين العام للأمم المتحدة، حيا مواقفه تجاه لبنان وشعبه متمنيا له دوام الصحة والتوفيق في الجهود الخيرة. أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة أدرجت اثنين من حزب الله اللبناني على لائحة العقوبات. وكتب بومبيو في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر: لا يزال حزب الله يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا اليوم بفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي حزب الله، ما يزيد من فضح أنشطة الجماعة الإرهابية وتعطيل شبكاتها التشغيلية. يجب على جميع البلدان العمل على تقييد أنشطة حزب الله وحماية نفسها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في بيان لها يوم الخميس أن القياديين اللذين طالتهما العقوبات الجديدة هما عضوا المجلس المركزي في الحزب حسن بغدادي ونبيل قوق، واتهمتهما بتسهيل الأنشطة الإرهابية باستخدام الموارد المالية في الخارج. عقدت قيادة الجيش مديرية التوجيه مؤتمرا صحفيا عرضت خلاله الآلية التي سيتم اعتمادها في توزيع المساعدات المالية على أصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت. بدها تبلش الاثنين المقبل، بس اعتبارها من اليوم فرق الجيش نزلت على الأرض عم تستطلع تشوف وين بده يصير التوزيع، يشوفوا الشقق شو وضعها، جهزوا كل الاشياء اللوجستيه الضروريه، لانه هذا الموضوع اكيد بده ياخذ مجهود وبده ياخذ وقت وبده دقه. كل العالم اعتبارها من اليوم بلشت تنزل على الارض تيشوفوا المساكن وشو الاوضاع وكيف بده يتوزع لهم، لا اعتبارها من نهار الاثنين تبلش عمليه التوزيع. هالعملية أكيد رح نعلن عنها عبر وسائل الإعلام وكافة المنصات الإلكترونية العائدة للجيش من موقع الجيش وفيسبوك وتويتر وتطبيق لاف نيوز. قبل بيوم رح يتم أكيد التنسيق مع المستفيدين كمان عبر اتصال قبل ما نروح على المنزل. عملية التوزيع أكيد رح تصير بالمنزل. المطلوب كمستندات هي صورة عن الهوية أو أي مستند رسمي يعرف على الشخص الموجود بالمنزل، صاحب الشقة المتضررة أو صاحب شاغل الشقة المتضررة رح يوقع على تعهد بأكد فيه أنه هو بده يصلح المنزل الموجود فيه. بالنسبة لنا في رمز تعريف لاف آي دي رح يكون، رح ينوضع على كل شقة. هل
ريفرنس كود هو مستند للجيش ولا الجمعيات كمان اللي عم بتساهم بالترميم. بالفترة القادمة هذا الريفرنس كود رح يكون هو تعريف للشقة، شو ترمم فيها، قديش نعطي التعويض، قديش ناقصها تعويض، وبالتالي تتكون هالعملية دقيقة مثل ما نحن عملنا المسح بشكل دقيق وشفاف. كمان عملية التوزيع بدها تكون بذات النهج المعتمد بكامل المهمات اللي استلمها الجيش من أول ما استلمنا المهمة من بعد ما حصل انفجار بيروت المأساوي. فإذا هذا الكود ريفرنس كود الاف اي دي رح يكون موجود على الشقة، وبنطلب من المواطنين يحافظوا عليه لأنه أكيد هذا هو المستند، ورح نتعامل بهذا الريفرنس في حال أي صار أي مراجعة بيختص بالتعويض يلي هن أخذوا. بالنسبة لأيات الجيش نرجع منأكد المبلغ أكيد منه كبير، هو بداية. التعاون مع الجمعيات هو مستمر كمان حتى ليساعدوا بعملية ترميم المنازل وإعادة عمارة، كمان بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المتقدمة. إن شاء الله بالمرحلة اللي جاية تتابع الأموال يلي بدها توصل لعهدة الجيش تنقدر نأمن لكل العالم كامل المستحقات يلي بتخليهم يردوا بيتهم مثل ما كان قبل الانفجار. فاصل ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. كيف تبدو الأجواء اليوم في جمهورية أرتساخ؟ مراسلنا جورج عبود قام بجولة وتفاصيل في هذه الرسالة المسجلة. نحن حاليا بستيباناكيرت، هي عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ أرتساخ. عم نستفيد يعني من حالة الهدوء وتوقف القصف عليها من أجل نصور الأضرار اللي كانت طالت هيدي المدينة العاصمة. شفنا أكيد قنابل عنقودية انضربت على الإحياء السكنية وخلفت العديد من الدمار. شفنا سكانة يلي نزلوا مؤقتا على الملاجئ في إصرار من قبلهم أنه هن مستمرين إلى حين توقف المعارك وتحقيق الانتصار. عم يتزامن هيدا الموضوع بعد مع عملية مواجهة على الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية أيضا، في مواجهات عنيفة عم بتصير. كنا شهدنا ليل أمس أيضا الصواريخ اللي عم تنضرب، شفناها بالعين المجردة أيضا بالمساء. هيدا دليل على أنه الاشتباكات كانت حامية، الاشتباكات كانت عنيفة عم بتصير، في صدام مباشر بين الطرفين. وأكيد هيدا الموضوع صار للحرب دايرة من 26 يوم على الأد، صار لنا شهر إلا 4 أيام عم نشهد بين الإقليم، بين جيش الدفاع بإقليم أرتساخ وبين الجيش الأرمني والجيش الأذري. أكيد التطورات إضافية رح نكون معكم خلال ريبورتاج رح ينعرض بالنشرة المسائية. وفي لبنان وأمام مقر الأمم المتحدة اعتصام سلمي لجمعيات طلابية وشبابية أرمنية احتجاجا على اعتداء أذربيجان بمساندة تركيا على أرتساخ، مطالبين الأمم المتحدة بالتحرك الفوري. إننا ندين هذه الانتهاكات التي يرتكبها نظام علييف، وندعو الأمم المتحدة إلى أن تحذو حذوها بالإدانة. لكن أذربيجان لا تعمل وحدها، تقدم تركيا العدو في الناتو دعما مباشرا لأذربيجان من خلال توفير المعلومات العسكرية والطائرات القتالية والطائرات بدون طيار، فضلا عن تجنيد وتبع ونقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين الجهاديين لمحاربة سكان أرتساخ المسالمين. نستنكر وجود تركيا وتدخلها المباشر في هذا الصراع. لقد التزم المجتمع الدولي الصمت أزاء تغذية تركيا للخلايا الإرهابية الدولية واستهداف أذربيجان العشوائي للمدنيين. سيستمر السكان الأرمن في أرتساخ وأرمينيا في المعاناة من السياسات التوسعية التورانية لنظام أردوغان إلى أن يتحرك المجتمع الدولي. يجب على العالم أن يقف إلى جانب الأرمن ويستنكر أعمال العدوان التي تقوم بها أذربيجان وتركيا ويعترف باستقلال أرتساخ. هذا هو الطريق الوحيد للسلام. لهذا السبب نناشد الأمم المتحدة أن تضع حداً لأعمال أذربيجان العنيفة واللا إنسانية
تجاه الشعب المسالم في أرتساخ وأرمينيا. إننا نحث الأمم المتحدة على دعم حق تقرير المصير لشعب أرتساخ. فاصل ونتابع النشرة. نعود إلى الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، وفي هذه الأثناء ننتظر تصريح كتلة الوفاء للمقاومة. بدأنا بعرض وجهة نظرنا من أمرين. الأمر الأول بيتعلق بدور الحكومة وأولوياتها وبرنامجها، وهذا الأمر أصبحنا قاطعين مسافة من التوافق عليه بيننا وبينها. أكدنا على أولويات تتعلق بالمرحلة، خصوصا بعد ارتفاع معدل الإصابات في بالكورونا. يعني في مين عم يبشرنا بأنه بالخريف بدها تصير معدل الإصابات يوميا بالألفين إصابة، بالوقت اللي القطاع الصحي والاستشفائي والقطاع الدوائي ينبغي أن يتعزز وضعه لمواجهة هذا الوباء ومخاطره على المواطنين. حكينا بأمور إصلاحية تتصل بالقضاء، تتصل بالإدارة، بأجهزة الرقابة، حكينا بالنمو الاقتصادي، بتصحيح الوضع المالي والنقدي والمصرفي، وهذه أمور كلها مندرجة في المبادرة التي اتفقنا وألزمنا أنفسنا بالموافقة على 90% منها. في الشق الآخر المتعلق ببنية الحكومة، في الحقيقة نحن أكدنا على ضرورة التوجه للتفاهم مع كل الكتل والقوى السياسية والنيابية في هذا البلد، أولا لتحصين الحكومة، لحماية دورها، لسرعة تنفيذ مقرراتها، ولتوفير جو من الثقة العامة بين اللبنانيين. طالما ما في شيء مخبى بالبرامج وبالرؤية، فإذا المفروض اللبنانيين بكل كتلهم وقواهم السياسية يتفاهموا مع بعضهم لحتى هذه الحكومة تقلع بقوة وتكون محل ثقة للمواطنين. الأمر الثاني اللي نصحنا فيه أن يعتمد منهجية أن يكون لكل وزير حقيبة، بحيث لا يحمل الوزير أكثر من حقيبة في عمله، أولا حتى يركز أكثر، حتى يكون جدي أكثر، حتى ينتج أكثر، وحتى يتابع أكثر ويكون قادر على حل المشاكل. ولذلك نصحنا بأن لا يذهب إلى الحكومة المصغرة، وأنه يعطي لكل وزير حكومة، بصير الحكومة بحجم 22 أو 24 وزير. الأمر الثالث أنه تمنينا له التوفيق وأبدينا استعدادنا للتعاون، وشكرا. هل مهلين على حكومة اختصاصيين غير حزبيين؟ ما هيدي خلص ما هيدي تجاوزناها والباقي كله في منيح. طب صندوق النقد بتوافقوا على برنامجه؟ دكتور فارس إلى إذن مشاهدينا، استمعنا وإياكم إلى تصريح كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها بالرئيس المكلف سعد الحريري. ونتابع في النشرة: كورونا والفساد يتصدران المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. The fact of the matter is there is institutional racism in America. You know who I am, you know who he is. You know his character, you know my character.
You know our reputations for honor and telling the truth. قبل ما يقارب العشرة أيام من اليوم الحاسم في 23 الثاني يوم الانتخابات الأمريكية، كانت الخميس المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، حيث اتهم ترامب منافسه الديمقراطي بالفساد، فيما ركز بايدن انتقاداته على طريقة تعامل ترامب مع جائحة كوفيد 19. I don't make money from China. You do. I don't make money from Ukraine. You do. I don't make money from Russia. You made $3.5 million, Joe. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. ورغم أن النقاش كان ساخنا بين الرجلين اللذين تبادلا الاتهامات مرارا بشأن ملفات عدة، إلا أن هذه المناظرة الثانية بدت أكثر لياقة وأكثر هدوءا من مناظرتهما الأولى التي جرت في أواخر أيلول الماضي وانتهت إلى فوضى عارمة ومشادة كلامية مفتوحة بينهما. وفي مستهل المناظرة قال بايدن الذي يتصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي إن شخصا مسؤولا عن هذا العدد الكبير من الوفيات يجب ألا يكون قادرا على البقاء رئيسا للولايات المتحدة، متهما الرئيس بأنه لا يزال بدون خطة للتعامل مع الجائحة. وتوقع نائب الرئيس السابق أن تواجه البلاد شتاء قاتما بسبب الجائحة التي حصدت لغاية اليوم حياة أكثر من 222 ألف شخص في الولايات المتحدة. They will pay a price if I'm elected. ورد ترامب الذي وصل إلى مكان المناظرة بدون كمامة بعد 3 أسابيع من إصابته بفيروس كورونا: نحن نحاربه بحزم شديد. وأضاف: لدينا لقاح آت، إنه جاهز، سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة. وبعد أن تركزت المناظرة في بدايتها على الجائحة، تحولت إلى اشتباك بشأن ما إذا كان أي من المرشحين لديه علاقات خارجية غير مناسبة. وكرر ترامب اتهاماته بأن بايدن وابنه هانتس انخرطا في ممارسات غير أخلاقية في الصين وأوكرانيا، كما زعم أن بايدن تلقى 3.5 مليون دولار من روسيا. وشدد ترامب مستندا إلى تقارير الاستخبارات الأمريكية على أن روسيا والصين وإيران تريد هزيمته في الانتخابات المقبلة. من جانبه وصف بايدن اتهامات ترامب له بأنها كاذبة وتفتقر للمصداقية، مؤكدا أنه لم يتلقى يوما بنسا واحدا من أي جهة أجنبية، واتهم بدوره ترامب بتلقي أموال من روسيا والصين، مدعيا أن لترامب مشاريع تجارية في الصين وحسابا مصرفيا سريا هناك. وتعهد بايدن بتدفيع كل من روسيا والصين وإيران ثمن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إن هذه الدول الثلاث ستدفع الثمن إذا ما انتخبت، إنها تتدخل بالسيادة الأمريكية. إلى ذلك عبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أسفه أو أسف موسكو من حقيقة أن السباق على إظهار أكبر قدر من عدم حب روسيا أصبح سمة دائمة للعمليات الانتخابية كافة في الولايات المتحدة. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: نعي هذا الأمر جيدا ولا يمكننا إلا التعبير عن أسفنا. وأوضح أن الكرملين لم يتابع مناظرات المرشحين للرئاسة الأمريكية، لكنه اطلع على تقارير إعلامية عديدة حول هذا الموضوع. وأضاف: في نهاية الأمر فإن الناخب الأمريكي والأمريكيين العاديين هم من تستهدفهم هذه المناظرات، ويتعين عليهم وليس علينا الحكم بمن فاز في هذه المناظرات. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا على استخدام عقار ريمديزيفير كأول علاج لعدوى مصابي كورونا المستجد كوفيد 19 للبالغين والأطفال المرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر، على أن لا يقل وزن المصاب عن 40 كيلوغراما، والذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب إصابتهم بالفيروس. من جهتها أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن هذا العلاج لا يمنع الوفيات بين مرضى كوفيد 19، معتبرة أن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الرسمية الآن تشير إلى أن العقار تمكن من اجتياز عقبات تنظيمية أكثر صرامة تتضمن مراجعة أكثر شمولا للبيانات السريرية وجودة التصنيع منذ أن حصل على ترخيص لاستخدامه في الحالات الطارئة منذ شهر أيار الماضي. في الخبر الأخير، أفادت تقارير بتعرض نحو 70 قطعة أثرية من بينها قطع فرعونية لتخريب متعمد في جزيرة المتاحف في العاصمة الألمانية برلين. وبحسب المعلومات، تعرضت القطع الموجودة للرش بسائل زيتي، وتشمل الأعمال التي تعرضت للتخريب توابيت فرعونية وتماثيل
حجرية ولوحات من القرن التاسع عشر، وترك السائل الزيتي بقعا واضحة على القطع الأثرية، ووصف الهجوم بأنه الأكبر من نوعه على قطع أثرية وفنية في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب. وفتحت الشرطة الألمانية التحقيق في الحادثة، حيث تشير أصابع الاتهام بضلوع مؤيدي نظريات المؤامرة من اليمين المتطرف في الهجوم. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.